بنكمل بالاجواء السحريه بما انه نحن بجو كله سحر. خلينا مع السحر ونعرفكم على ثنائي غير اعتيادي رح يخلوكم تندهشوا هلا وما تصدقوا شو عم يصير قدام عيونكم. وسطى فعل جبار، يعني طائر الفينيق، ما بعرف اذا بتعرفوا قصه طائر الفينيق اللي هو بيطلع من الرماد. فعلا شركه بغداد سوفت درينك كمباني كانت وصلت لنقطه صعب كان انه ترجع تطلع منها. مع هذا وكله شفنا شركه بغداد تحسنت وتقدمت لبل، صارت من البوتلرز المميزين بكل منطقه الشرق الاوسط. بطلب من الساده سيد حارث سيد ليث اكيد مسك الختام شركه الحياه بشمال العراق، كمان انجاز من صفر ل 10 مليون كرتون، ما افتكر اي معبر بالعالم سبقنا على هذا الانجاز. بالفعل بيبسي ما كانت تنجح بدون معبيين، وهيتنا كل معبيين معنا مقدرينهم، وبتمنى انه سنة 2010 تكون سنة فيها نجاح اكثر للجميع. الله يوفق الجميع.